هل يجوز للمرأة مصافحة زوج أختها أو أخو زوجها؟ جزاكم الله خيرا. لا يحل للمرأة أن تصافح أجنبيا منها، يعني من غير محارمها، لأن هذا يسبب الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء، وما مست يده يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايع النساء بالكلام ولا يبايعن بالمصافحة كما يبايع الرجال. قد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا كما ذكرنا في مصافحة المرأة الرجل الذي ليس من محارمها فتنة، فتنة له وفتنة لها. والواجب على المسلمين أن يتركوا العوائد المخالفة لأحكام الشريعة. نحن نعلم أن هناك عوائد بين بعض الناس أو بعض القبائل أو بعض البلاد التي يفشو فيها الجهل، لكن هذه العوائد يجب إرجاعها إلى الشرع. ما كان منها يقره الشرع فإنه لا بأس به، وما كان يخالف الشرع فإنه يترك. ومن ذلك مصافحة النساء الرجال الذين ليسوا من محارمها، فإن هذا يخالف الشرع، يجب تركه والتحذير منه والمنع منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.